اهلا حبيبات ماما سيما. اليوم معنا ساره. انا اسمي ساره عبده وبرضه اسم قناتي ساره عبده، فما تنسوا تشتركوا بقناتي. بالضبط احكي لنا عن ايش قناتك. هو بالفلوجز والميك اب والتشالنجز، اذا الكم على هاي القصص فحتستمتعوا كثير عندي في القناه، فلا تنسوا تشتركوا بقناتي. اذا بدكم فيديو ميك اب اعمل لكم اياه على قناتي بالتعاون مع ساره اكتبوا لي اسمه، خلينا نشوف اذا نتعاون كمان مره مع بعض. واذا رحتوا عند ساره اكتبوا لها بطيخه. بطيخه؟ احنا حبيبات ماما سيما بطيخه. ايش مالها؟ ايش مالها بطيخه؟ لا ما صرنا البطيخ هلا، هلا البطيخ زاكي وعسل. والله الله لا تشحكيني من هلا. رح اترك لكم بصندوق الوصف قناتها عشان تروحوا تشوفوها. اليوم ساره بدها تعمل احدى الفيديوهات تبعوني. هي رح تقعد تشوف الفيديو وتتبعه شوي شوي وتعمله وتشوف اذا بزبط معها ولا لا، عشان اجت قالت لي انا ما بعرف اعمل سلايم، تعلميني اعمل سلايم. لا تعالي واعمليه قدامي. وبنفس الوقت انا رح اعمل سلايم وانا مغمضه عيني ورح احط فيه هاي الاشياء. عيون، فرح اعمل سلايم العيون. فقبل ما نبلش اذا جاد على القناه اهلا وسهلا فيكم، انا سيما ام لفرح وليث، بس اليوم مش معنا عشان نقدر نصور مع ساره. غير هيك بكون ماساه الفيديو، ماساه يعني ما حنقدر نصور. سوري ساره. مش مشكله. ما تنسوا تشتركوا بالقناه، بس اضغطوا على هذا الزر الاحمر وكمان اعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم. يلا نبلش. يلا. ساره بلشت وان شاء الله يزبط، بس يعني ما عرفت حتى تفتح غطايتها. ايه لو سمحتي اضغطاني معنا على ما يخصني. شوفي انا كيف رح افتحها. هاي غطينا العيون. شفتي شو سهلة؟ ها كثير سهلة. على فكرة فتحتها من قبل، غشاشة سماء. انتي بتعرفي انا ما بغش على قناتي ابدا ابدا، الكل بيعرف هذا الحكي، ولا على قناتي اكيد. لا لا اكيد. هلا بدنا نخلط، بس طلعت بشكل تمام. هلا بعد الغراء والالوان احط مي والكمبرسيل؟ جماعه حطوا مي ولا لا؟ لا. هي اللون الاصفر رح احط. اوكي حطوا برسيل. حطيتوا برسيل؟ هلا مجهزوا لسان وانت لسه عم تعملي. يا الله بقولكم فشل بالنقطه، انا مش عارفه ايش عم بيسووا. اسمعوا خلص على البركه، انا هلا بدي احط البرسيل، انا مش متاكده. طب بس نصيحه، حطي البرسيل شوي شوي اخلطيه بعدين حطيه. هلا كيف على الالوان؟ ايوه شكل المسك هو عندي. طبعا ضابط، انا تتخوت انا طبعا ضابط، انا مغمضه بعمله، انا مغمضه. والله انك خرافيه. لا تحت كثير ضابط. طيب شوفوا هي هيك قاعده بتعمل هيك وانه تحت هيك وانا انه شايفينه بعيني مش عارفه اسوي. يعني بديت بعدها وحخلص قبلها. سيما يعني اول مره بسوي انه كنت وانا يعني هني ها مغمضه. بس كثير بتعمل فيديوهات سلايم، يعني هي خبره. عندنا سلسله للسلايم خاصه، اي سلايم بدكم اياه بنعمل لكم اياه. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات ايش بدكم سلايمات. كل يوم انا متاكده من غير ما اشوف بس من الاصوات اللي عم بسمعها انه سلايمها عجن على بعض عشانها كثير كثرت ترسيل. بس هاي السلايم هاي بتفنن فيه وانا مغمضه. وين السلايم تاعي؟ بس لسه هلا بدي احط عليه اشياء، بس لسه بدي اعجنه قد ما احاول. مش رح يطلع زي تاع سيما، بس هيني عم بحاول لاخذ رمق. بده وقت، بده صبر. السلايم دائما بقول لكم بده صبر، لازم تروحوا عند ساره وتشوفوا كيف خبصت الدنيا. ان شاء الله يكون زبط معها، ما بعرف اذا زبط ولا لا، ما رح احكي لكم. اسمعوا صوت. او ماي جاد كمان بفقع. شكله زبط. في كمان. سيما. طبعا رح تاخذيه لك. هذا رح هدية. شوفوا يا تذكار من سيما من هذا اليوم. انا المفروض اضيف هذا. طبعا انا كيفت على السلايم تاعي لدرجه انه نسيت اضيف الفلين، وهو فعليا انه صار فلين. نسيت اضيف الفلين. على الاقل عملت سلايم. يلا عن جد كيف تبعي شوفي. على فكره الشعور كثير حلو. رح اشوفه هلا. ياي عاد توقعته اصفر اكثر وفي عيون اكثر. وين العيون؟ شكلها وقعت كلها. هو وقع من مكانه العيون. او ماي جاد جايز، التحسيمة كثير خرافي. قلت لكم ضابط برسيل كثير حطت برسيل. لازم تروحوا تشوفوا كيف صار. اللي بحب برسيل كثير يروح يشوف ساره ايش صار فيها. اكتبوا لي تحت اذا حطينا عليه برسيل كثير وهيك لغوم على بعض شو نعمل؟ اكتبوا لي تحت اذا بتعرفوا. تعالوا شوفوا الفيديو تاعي وشوفوا اخطائي وصححوا اخطائي برضو عندي، انصحوني شو اسوي، لانه بما انكم رح تحضروا سيما فانتم اكيد خبراء. اكيد بتعرفوا هلا ايش لازم نعمل. شوفوا
عادي اني انا لسه عندي امل اني احاول اضبط. وهيو مش كثير مبين العيون، مرات مبين ومرات لا. ايوه ايوه على فكره ظابط كثير، ظابط مقابل يعني مقارنه بتاعي. تعي شو مصيبه، انتوا كنتوا سامعين الاصوات صح؟ لا كثير كثير ظابط تبعها، ما يعني زبطت لها اياه بالاخر. لازم تروح تشوف الفيديو تبعها، رح اكتب لكم اياه بصندوق الوصف تحت، وما تنسوا تشتركوا بقناتها وتكتبوا بطيخه 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 انكم جايين مني. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي ماما سيما، وكمان تنشروا الفيديو لكل حدا، واكتبوا لي ايش السلام اللي بعده اللي بدكم يعني اعمل لكم اياه. وما تنسوا تنشروا الهاشتاج حبيبات ماما سيما لكل مكان. بنحبكم كثير، باي.